السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم معنا نموذج الامتحان الموحد الإقليمي مادة التربية الإسلامية الدورة الثانية يوليوز 2024 المستوى السادس ابتدائي. جيد، دونك الوضعية اللي عندنا اليوم، اجتمع أفراد أسرتك، دونك هاد الأسئلة هادو حاولوا تراجعوهم وتحفظوهم، راه نفس الأسئلة كتعاود. اجتمع أفراد أسرتك في إحدى الليالي الرمادية في بيت جدتك، وبعد أداء صلاة العشاء جماعة صليتم التراويح، حيث تلا عمك الذي أمكم، يعني كان إمام، في إحدى الركعات ما تيسر من سورة القلم. بعد الانتهاء من الصلاة وعندما اجتمعتم حول كأس الشاي، أراد عمك اختبار معلوماتكم الدينية من خلال تنظيم مسابقة بين جميع أطفال الأسرة. دوك هنايا استظهر كتابيا بعضا مما تلا الإمام من قوله تعالى، أم تسألهم أجرا. دوك تكونوا حافظين سورة القلم من طبيعة الحال وغادي تكتبوا الآيات. جيد، إذا بعد كتابة الآية القرآنية اللي غيكونوا محفوظين، أشرح معنى كلمة مكظوم. بطبيعة الحال مكظوم هي مملوء، غيظا مثلا وغما، غيظا وغما. أحدد الحكم التجويدي لكلمة نادى في قوله تعالى إذ نادى وهو مكدوم. إذا الحكم التجديدي نادى، الإمالة، نادى الإمالة، يعني بحال كتميل الحرف الإمالة أو تميل التشكيل. أجب عن أسئلة المسابقة الدينية من خلال دونك تحديد وظيفة كل ملك من الملائكة الآتية أسماؤهم. دونك الوظيفة ديال إسرائيل هو النفخ في الصور، من طبيعة الحال النفخ في الصور. نكير ومنكر، هذا سؤال الميت في القبر. هنا تمييز الصحيح من الخطأ من العبارة التالية، دونك حاول الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ رسالته بالعنف، خطأ ممكن عنف. تفهم قوم مريم بنت عمران وضعها ولم يتهموها. إذا هنا القوم ديال بنت القوم ديال مريم بنت عمران بحال تفهموا الوضع ديالها وتيقوها زعما، دونك هذا خطا لانها ما تيقوهاش ملي ولدت عيسى عليه السلام. من علامات حب الرسول رسول الله الاقتداء باخلاقه، صحيح الاقتداء بالاخلاق. من واجب المريض صيام رمضان ولا عذر له في الافطار، خطا المريض يقدر يفطر. هنا التمييز بين الفرائض، بين فرائض الصيام وفوائده، دونك ترك الجماع هذا من طبيعة الحال من فرائض الصيام، ترك الجماع، النية هي من الفرائض، تقوى الله هذا فوائد الصيام، ترك إيصال شيء إلى المعدة هذا من الفرائض، ترك إيصال شيء من المعدة. الاستشهاد بآية قرآنية على وجوب الصيام، دونك ملخصات عندكم آيات قرآنية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تقدروا تكملوا الآية القرآنية. هنا ذكر سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم وتحديد اسم أول من جمع الناس لها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك علاش تسمات بهذه التسمية ديال صلوات التراويح؟ لأن المصلين كانوا يستريحون، لأن المصلين كانوا يستريحون فيها بعد كل تسليمتين، بعد كل تسليمتين. وأول من جمع الناس لها هو عمر بن الخطاب، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل واحد كيصلي بوحده. استنتاج مرتبة الدين من العبارة إن الله يراقب أعمالنا في كل مكان، هذا من طبيعة الحال فهو الإحسان عندكم
في الملخصات، والإحسان هو عبادة الله وكأنك تراه. هنا يبدأ الرأي في سلوك ابن جاركم الذي يرفع صوته أثناء حواره مع أبيه. إذن هنايا خصنا نقولوا أن سلوك أرى أن سلوكه خاطئ. إذن هنا يبدأ الرأي في سلوك ابن جاركم. قلت أرى، خصني نقول الرأي ديالي أن سلوكه خاطئ. نستشهد بشي قصة. وخير ما نستشهد به قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتأدبه مع أبي رغم أنه كان كافر. جيد، دونك هنا كملنا نموذج امتحان الموحد الإقليمي في مادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي الدورة الثانية يوليوز 2024. نفس الأسئلة غتكون، ما يكونش شي تغيير كثير. أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش لايك للفيديو. شكرا، إلى اللقاء.